ولاية بشار مصطفى بشيري، محمد زرواطي، جابري غازي، وفيق بن سليمان، شريفة عبد الجبار. ولاية المدية مكتب التصويت رقم 2، الإخوة في ولاية المدية يجيو ينتخبوا. الإخوة من ولاية بشار مكتب التصويت رقم 1، ولاية البليدة مكتب التصويت رقم 1، محمد يزعل، ولاية العسكر بن عمر بن رحال، فضيلة زمالي، عبد القادر بيدي، محمد سيفوضيل، مختارية شندوف، قادة مرشوش، محمد الهواري عبد الله، الزهراء شاهدة. مكتب التصويت رقم 2.